تظاهر مجموعة من أصحاب المحلات في شارع الجمهورية وسط مدينة كركوك ضد قرار هيئة الإعلام والاتصالات التي تطالب بفرض غرامة مبلغ 5 ملايين دينار عراقي على أصحاب المحلات بيع الأجهزة الإلكترونية والحاسوب. غرامة 5 ملايين دينار على مود هيئة الإعلام والاتصالات. إحنا نريد نعرف إحنا شلنا علاقة بهيئة الإعلام والاتصالات. إحنا مجرد نشتغل فورمات حاسبات. فهل زائدا الضريبة السنوية ندفعها زائدا الإصنافية ما نقدر يعني نفتح المحلات بهالطريقة. أصحاب المحلات وجهوا أسئلة للجهات المعنية عن سبب فرض الغرامة ودفع مبلغ 5 ملايين دينار في وقت لم تقدم الحكومة العراقية أي دعم مادي أو معنوي لهم، وهكذا مبلغ يعتبر مبلغا كبيرا لا يتمكنون من دفعها. لما بدنا نوقف هنا الحكومة فرض غرامات أو الضرائب فرض غرامات على المحلات الموجودة هنا، ومن ضمنها محلاتنا موجودة هنا. زين هو وين الشغل؟ وين الحياة؟ وين الحركة حتى واحد الحكومة تجي تفرض غرامة مالية على هاي المحلات؟ يعني هم خلي ينظرون نظرة أبوية زين علينا. احنا وين الشغل؟ منين 5 ملايين؟ والسنة كلها تشتغل 5 ملايين ما تطلع. فناشد الحكومة انه هي الحكومة سؤال، ايش مطيتنا حتى تاخذ بعدنا؟ ايش مطيتنا؟ يعني اذا تخرجنا احنا على حسابنا الخاص، على حسابنا الخاص نجي نفتح محلات ونشتغل حتى بس نحصل لقمة العيش، لقمة لاطفالنا. زين انا متزوج عندي طفل، لا عندي تعيين، لا متخرج، اكثر من مرة قدمت على تعيينات ماكو. زين احنا شنو بس نعرف ايش صار؟ كانوا يقولون قبل 16 اكتوبر كان اكو قرارات وما كان راضي بها. زين سووا 16 اكتوبر هم سووا شو سووا؟ احنا نريد نفهم هم سووا لنا ما فهمنا شيء. يعني اول مره حكومه يطالب هيك؟ اول مره يعني بالبدايه جوي قرار هيك بس مجرد تبليغ، هسه قبل جا قرار انذار نهائي 5 ملايين. زين انا محلي اسال كله تحسبه ما بي مليون دينار، مليون دينار ما بي، انا انطي 5 ملايين شنو؟ زين هي الحكومه سؤال ايش منطيتنا حتى تاخذ مدنا؟ احنا قاعد تخرجنا وذبنا بالشارع، احنا على حسابنا الخاص نروح نتعب ونحصلنا راس مال ونبدي نتعب ونفتح لنا محل حتى نسوي لنا بيد بس مصدر رزق. اصدار قرارات من جهات وهيئات رسميه حكوميه وفرض غرامات ماليه تثقل كاهل المواطن في وقت يحاول الفرد ان يؤمن لقمه عيش دون انتظار وعود الحكوميه بالتعيين او العيش الرغيد والتي تطلقها الحكومات المتعاقبه منذ سنين.